هذه إذاعة إرينا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 12 من يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد الشريف حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي متابعات، ويخصص حلقة اليوم لتناول واقع التعليم في إريتريا بعد الاستقلال. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مراقبون يرصدون تدخلات إريتريا في الشأن السوداني. الهيئة العالمية للطيران المدني تؤكد تراكم الديون على الخطوط الجوية الإريترية. مسؤول أمريكي رفيع يزور الخرطوم لبحث التسوية السلمية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. قام الرئيس إسياس أفورقي بزيارة إلى القاهرة، التقى فيها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وأكدت وسائل الإعلام المصرية بأن الرئيسين تباحثا حول القضايا المشتركة، خاصة الوضع في السودان. وقال بيان مصري بأن وجهات النظر حول الوضع في السودان متطابقة. وكانت وزارة الخارجية الإريترية قد طلبت من الاتحاد الأفريقي عدم تدويل الشأن في السودان، ولكن الاتحاد الأفريقي علق عضوية السودان حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية. ويتفق الموقف المصري والإريتري والأماراتي والسعودي حول دعم المجلس العسكري السوداني. وكان وزير الخارجية الإريتري قد زار الخرطوم والتقى برئيس ونائب رئيس المجلس العسكري هناك، وكذلك وفد قوى الحرية والتغيير. وتفيد مصادر موثوقة لإذاعة إرينا بأن السفير عيسى أحمد عيسى رجل الاستخبارات والسفير السابق لإريتريا في السودان متواجد حاليا في الخرطوم ويجري اتصالات بمختلف القوى السودانية. ذكرت الهيئة الدولية للطيران المدني بأن الخطوط الجوية الإريترية وحتى الربع الأول من العام الجاري قد راكمت ديونا تبلغ 73 مليون دولار، وذلك لصالح شركات طيران مصر للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط الجوية التركية وشركات طيران أخرى. وشملت تلك الديون مبيعات تذاكر وخدمات شحن وخدمات أخرى. وكان الناطق باسم الخطوط الجوية الإثيوبية قد قال بأن لشركته ديون مستحقة على الخطوط الجوية الإريترية تبلغ حوالي 6 ملايين دولار، وأن شركته لن توقف رحلاتها إلى أسمرة، وأن مشكلة الدين هي مشكلة آنية. وكانت الهيئة العالمية للطيران المدني قد عقدت اجتماع لها في العاصمة الكورية سيول في الأسبوع الماضي. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأن مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا تيبور ناجي سوف يقوم بزيارة إلى الخرطوم في الأيام القليلة القادمة، يلتقي فيها قادة المجلس العسكري وقادة المعارضة. وقالت الخارجية بأن المبعوث سوف يحذر المجلس العسكري من استخدام العنف ضد المدنيين، خاصة بعد مجزرة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة والتي حدثت في الثالث من الشهر الجاري. كما سيبحث ناجي كذلك سبل التسوية السياسية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وضمن نفس السياق سيلتقي المبعوث الأمريكي مع رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يقوم بوساطة أفريقية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وكانت الولايات المتحدة قد طالبت المجلس العسكري في وقت سابق بسرعة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. من ناحيته أكد الاتحاد الأفريقي نفس المطلب بعد تعليق عضوية السودان في الاتحاد. بهذا الخبر من واشنطن، مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرينا. مراقبون يرصدون تدخلات إريترية في الشأن السوداني. الهيئة العالمية للطيران المدني تؤكد تراكم الديون على الخطوط الجوية الإريترية. مسؤول أمريكي رفيع يزور الخرطوم لبحث التسوية السلمية. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا.
متابعة طيبة أتمنى لكم عام تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرينا الدولية في باريس نلتقيكم سادتي في حلقة من برنامج متابعات، فأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة إرينا. يسرنا آنساتي سيداتي سادتي، وضمن هذه الحلقة أن نتابع المقالة التي نشرت في وسائل إعلام نظام أسمرة، وتحديدا صحيفة إريتريا الحديثة الناطقة باللغة العربية، في عددها 158، وتحديدا الثلاثاء الرابع من يونيو 2019 في الصفحة الرابعة تحت عنوان الاستقلال وتجلياته الإيجابية على التطور التعليمي في إريتريا. تابعنا المقال سادتي المستمعين، ووقفنا على كمية من المغالطات التي لا يستقيم مع ما تعيش إريتريا في الحقل التعليمي، دعك عن تطور. والمقال حاول أن يلخص مسيرة 28 عام، ويفتتح المقال بما يلي: لقد وضعت الحكومة الإريترية التعليم في مقدمة أولوياتها بعد الاستقلال مباشرة، باعتباره مجال لا يقبل التأجيل ولا الانتظار، لأن البنية الاجتماعية الثقافية قد تم تشويهها بل وتزويرها في عهود الاستعمار الطويل والمختلف التي توالت على إريتريا. بعيدا عما جاء من إدخال كلمات لا أساس لها حتى كمقدمة للحديث عن الحقل التعليمي، ولكن دعونا نأخذ هذه الجزئية لنتحدث عن المغالطات التاريخية التي بها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المقال يقول: وضعت الحكومة الإريترية في مقدمة أولوياتها بعد الاستقلال التعليم في سلم أولوياتها، باعتبار أن هذه المسألة لا تقبل التأجيل ولا الانتظار. ولكن سادتي المستمعين، بتقديم ملاحظات عابرة عن هذه الجزئية، ومن خلال ما شهدناه وما أدلى به جمع كبير من التربويين والخبراء والمعلمين والأساتذة الذين خدموا في إريتريا لفترة طويلة، يؤكدون غير هذه المعلومات أو غير هذا المدخل الذي حاول المقال أن يؤكد على أن الحكومة الإريترية حاولت إعطاء التعليم أولوية وباعتبار أن لا تقبل التأجيل. نستطيع أن نقول عزيز المستمع في رد على هذه المغالطات أن البلاد عندما تم طرد آخر جندي للاستعمار الإثيوبي من إريتريا في 24 من مايو 1991، نعم تحررت البلاد، ولكن فيما يتعلق بالحقل التعليمي نستطيع القول أن الحقل التعليمي وقف على الحقائق التالية. أولا، مع الأسف الشديد فصل عدد كبير من المعلمين الذين كانوا يعملون، سواء كان أساتذة أو مدراء للمدارس، بل حتى مشرفين تربويين أحيلوا إلى المعاش، بل رموا خارج حقلهم التعليمي الذي يعني مكثوا فيه سنين طويلة. نحن هنا لا، ربما إذا كان بعض المعلمين كانت لهم أشياء وسوابق، هذه مسألة أخرى، بمعنى متعاونين مع الأنظمة الاستعمارية، ولكن حتى لقد ثبت بما لا يدع مجال إلى الشك أن هنالك كمية من المعلمين الذين لم يكن لهم أي علاقة بالاستعمار والتعاون معه فيما بين قوسين ما هو دون الوطنية. عدد من المعلمين كانوا يعني أكفاء في أدائهم ودورهم في الحقل التعليمي، فصلوا من الحقل التعليمي لأسباب حتى هم لا يعلمون لماذا فصلوا. هذا جانب. الجانب الآخر، في وحدين فصلوا فصل مباشر، وعدد كبير دفعوا دفعا لتقديم استقالاتهم، بمعنى يعني مورست ضدهم ممارسات غير تربوية غير أخلاقية، حتى ما دفعوا دفعا إلى تقديم استقالاتهم، وعلى الفور تم قبول تلك الاستقالات. بمعنى الحقيقة التي لا تقبل
الجدال حتى المناقشة، أن هناك عدد هائل من المعلمين فصلوا من أدائهم ومن وظيفتهم مع عشية أو اليوم الثاني للتحرير. هذا جانب. جانب آخر عزيزي المستمع، عدد كبير من المعلمين وضعوا في السجون، وإذا ما سردنا كمية أو عدد الأسماء والمعلمين الذين تم وضعهم في السجون من اليوم التالي مباشرة بعد 24، ربما لا يسعنا المجال هنا أو لا يكفي زمن البرنامج للحديث عن أسمائهم، فضلا عن التحدث عن أوضاعهم التي عاشوها، ولا يزال بعضهم حتى الآن مفقود لا يعلم مصيره، ومنهم من استشهد ورحل، وكل من دخل السجن حتى الآن عدد كبير من المعلمين، وتحديدا في المدارس التي كانت في سواء كان في المنخفضات أو في المرتفعات دون تمييز، لكن عدد هائل من المعلمين أحيلوا أو تم سجنهم وإبعادهم عن أسرهم. هذه أيضا حقيقة. هذه إذاعة إرينا. فيما يتعلق بالحقائق الدامغة أيضا التي وقفت أو فتح المعلمون أعينهم عليها بعد التحرير، ما يتعلق بالمناهج التعليمية التي كانت تعمل بها المؤسسات التعليمية في إريتريا طيلة الفترة الاستعمارية الطويلة. ومعلوم عزيزي المستمع، ما مورس على المناهج التعليمية هو كان مؤشر خطير على أن العملية التعليمية في إريتريا تسير إلى يعني مستقبل مجهول، بل بعيدا عن كل ما له علاقة بالتعليم والتربية والارتقاء، دعك عن الارتقاء بالتطور التعليمي في إريتريا لفترة ما بعد الاستقلال. فيما يتعلق بالمناهج، أولا دعونا نتحدث عن أن المناهج عزيزي المستمع في العلوم هنالك ثلاث فروع رئيسية فيما يتعلق بنوع العلوم أو طبيعة العلوم. هنالك العلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء والجغرافيا والأحياء وعلوم الصحة والطب وعلم البيئة، هذه علوم طبيعية. وهنالك علوم تجريبية كالرياضيات والفلسفة والمنطق وعلم النفس. وهنالك العلوم الإنسانية كالسياسة والاقتصاد والاجتماع وعلم الإنسان وعلم الأيديولوجيا، وكذلك علم العقيدة الفكرية وعلم الأعراف والأنسان وتكوين الأمم وعلم الأساطير وما إلى ذلك. في إريتريا أعتقد أن لم تكن تلك العلوم كلها موجودة في فترة الاستعمار، ولكن دعونا نتحدث عن العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية التي كانت في إريتريا. فإذا كان المسوق الذي قدمه المسؤولون في الحقل التعليمي في إريتريا فيما يتعلق بموقفهم من المناهج التعليمية، خاصة ما يتعلق بالتاريخ والجغرافيا وكذلك الأشياء التي كانت تمارس خدمة لي أو تدرس خدمة للسياسة الاستعمارية، فإذا كان ذلك مبررا فما الذي منع أو ما الذي كيف يمكن تبرير أن يكون هنالك موقف معادي للعلوم التجريبية كالرياضيات وكذلك جزء من العلوم الطبيعية كالكيمياء والفيزياء، خاصة أنها كانت تدرس بالمرحلة للمرحلة الثانوية، كانت تدرس باللغة الإنجليزية، وحتى علم الأحياء وغيره هذه ليست لها علاقة بالسياسة، بمعنى أن يتم تحريف هذه العلوم الطبيعية وجزء من العلوم التجريبية، ولكن سياسة الحكومة التي يقول المقال أنها أولته من أجل أولوياتها، طبعا أولوية كبرى من أجل تطويره والارتقاء به لأنه كان متخلف في الزمن الاستعماري. القرار الذي صدر، وهي هذه شهادة حكاها لنا المعلمون والمشرفون التربويون، وتحديدا نحن نتحدث هنا، أنا أتحدث من خلال المقابلات التي كنت أجريها مع الخبراء التربويين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. صدر قرار بحرق المناهج
كلها بما فيها العلوم الطبيعية والتجريبية والعلوم الإنسانية حتى لو كانت وجدت وجزء منها كان موجود كالاقتصاد وغيره. وتم يعني القرار صدر بحرق تلك المناهج. جزء من المعلمين والمشرفين التربويين اعترضوا على حرق تلك المناهج. لماذا تحرق مناهج يعني كالفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحة والطب؟ هذه ليست لها علاقة بالفكرة والرؤية الاستعمارية. ومثل هذه تلك الآراء التي تصدى لها عدد من المشرفين التربويين وجهت بكثير من الاستهتار والاستهزاء، بل شكلت بالنسبة لمن أدلى بمثل تلك الآراء نقاط ملاحظات بشأنهم. ومن ثم عدد كبير من أولئك الذين وقفوا ضد حرق المناهج، وهي يعني خطوة غريبة كل الغرابة. طبعا لدولة ناشئة جديدة تحتاج إلى أي مبلغ، لا تحتاج إلى أي أن توفر المصادر والموارد وكل شيء من أجل التطوير والبناء، ولكن كانت تلك هي السياسة، أن يتم حرق كل المناهج. تحت هذا المبرر حرقت كمية من المناهج التي دفعت الدولة فيما بعد من أجل إحيائها أو طباعتها وما إلى ذلك. الحقيقة الأخرى أيضا عزيز المستمع، مغالطة لما يتم الإشارة إليه في هذا المقال الذي جاء تحت عنوان الاستقلال وتجلياته الإيجابية على التطور التعليمي في إريتريا، المشهد العام برمته ما هي حصيلة؟ لو تساءل أي شخص في إريتريا ما هي حصيلة 28 عام في الحقل التعليمي، أنا يعني هذه المسألة لا تحتاج إلى كثير من التحليل والحديث. النتيجة هي لا تسر، لا دعك من صديق حتى لا تسر عدو يتربص بالوطن. المحصلة معروفة، أين هم المعلمون؟ أين هي الكفاءات العلمية والعقول التي كانت تدير العملية التعليمية؟ وأين هم الطلاب؟ وكيف يعني المشهد العام التعليمي في إريتريا خير مثال على فشل السياسة التعليمية. والحكومة أو المسؤولون في وزارة التعليم يؤكدون أحيانا تخرج منهم الحقائق في كل المؤتمرات التي يعقدونها، ويقولون بأنهم فشلوا في الحقل التعليمي، وهذه مسألة مفروغ منها. وبالتالي ولكننا دعونا سادتي نتحدث حتى ما نجيب على هذه المغالطات الموجودة. كما قلنا يعني فصل عدد كبير من المعلمين وسجن عدد من المعلمين، وكذلك تم حرق عدد هائل من المناهج في الحقل التعليمي، والأنكى والأمر من ذلك تم تعيين مدراء ونظار من غير الأكفاء فقط لأنهم كانوا مسؤولين في فترة الثورة، وحيلت كمية من المدارس بعد أن أفرغت من عقولها أولئك وتحديدا نحن نتحدث عن الإريتريين الذين كانوا على رأس الهرم التربوي التعليمي، وتحديدا نظار المدارس خاصة المدارس الثانوية وحتى المدارس الوسطى. عدد كبير من هؤلاء تم فصلهم وأحيل محلهم كمية من المدراء والنظراء الذين كانوا في فترة الثورة. وإلحاقا بذلك طبعا دفع بالمنهج الذي كان في الثورة إلى المنهج أن تقود سياسة دولة، وهنالك يعني كانت الطامة الكبرى، وهذه إفرازات هذا الأسلوب غير التربوي وغير التعليمي. نعم في مرحلة الثورة كان هنالك منهج معين يخدم فترة معينة لفترة طلاب، نحن نثمن ونقدر كل الجهود التي كانت تبذل من أجل التعليم في مرحلة الثورة، ولأن الطالب كان يحتاج إلى منهج معين، إلى منهج يعني يساعده في الانتقال أثناء هو في الميدان، يهيئه إلى الانتقال لمرحلة ما بعد الثورة إلى الدولة. ولكن أن ينقل ذلك المنهج إلى مرحلة الدولة كانت هذه يعني مسائل غير تربوية وغير تعليمية، مما أدى إلى تخبط في ما يتعلق بالمناهج تحديدا. نحن لا نبالغ لو قلنا سادتي خلال هذه الفترة الطويلة 28 عام إريتريا شهدت عدد من المناهج، وليس هنالك منهج لم يجرب
في العقل وفي الطالب، في عقل الطالب سواء كان من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة الجامعة. وبالتالي عدد من المناهج، أحيانا من مناهج من إفريقيا، أحيانا مناهج من أمريكا اللاتينية، وأحيانا مناهج، يعني تم تجريب عدد من المناهج. ده تأكيدا، هذا تأكيدا على أنه لم تكن هنالك سياسة ورؤى معروفة. هذه إذاعة إرينا. ودعونا سادتي نقول، أنا لا أود أن أتحدث كثير عن المغالطات التي تضمنها المقال، لأن كل فقرة ستحتاج منا إلى تحليل وإلى متابعة والإجابة على هذه المغالطات. ولكن معروف عزيز المستمع أن التعليم يقوم على أسس أو على أركان أساسية هامة، منها عزيز المستمع أن تكون هنالك سياسة تعليمية واضحة وسياسة تعليمية راشدة حددت سياساتها واستراتيجيتها فيما يتعلق بالسياسة التعليمية، أو ما المطلوب من التعليم، أو ما هي الأشياء المطلوبة أن نخرج بها العقول التي ستدير العمل التعليمي. هذه واحد، يعني التعليم الناجح يقوم على واحد سياسة تعليمية واضحة وراشدة، أن يكون هنالك منهج متكامل يحقق أهداف السياسة التعليمية والمخطط التربوي، أن يكون هنالك معلم كفء تتوافر عنده المؤهلات الضرورية. 4، أن تتوفر أرضية وبيئة تعليمية صالحة من كتب وفصول وأنشطة وما إلى ذلك، أن تكون هنالك أسرة مستقرة تعين الحكومة أو تعين الوزارة أو المعلم وتراقب الطالب والطالبة. إذا ما تحدثنا عن هذه الأشياء الأربعة الأساسيات الخمس في من أجل إنجاح العملية التربوية في إريتريا، نستطيع أن نقول عزيزي المستمع لم تكن واحدة من هذه موجودة في إريتريا على الإطلاق. لم تكن هنالك سياسة تعليمية ومخطط تربوي واضح المعالم، بمعنى ماذا تريد إريتريا من الحقل التعليمي ومن الحقل التربوي تحديدا، سواء كان على المدى البعيد أو على المدى القصير أو كاستراتيجية بعيدة المدى. لم يكن هنالك من منهاج متكامل يحقق الأهداف كما قلنا للسياسة التعليمية، بل كان هنالك بالعكس تخبط هنا وهناك. المعلمين الأكفاء الذين توافرت لديهم مؤهلات تعليمية استطاعوا أن يخرجوا جيل التحق بالثورة. يكفي نجاح العملية التعليمية في الفترة بتاعت الأنظمة الاستعمارية، نحن لا نحرر شهادة للاستعمار، يكفي أنه كان استعمارا، ولكن التعليم كان له أسس وكان له منهاج، ومن خلال ذلك كان يلتحق عدد من المعلمين والطلاب إلى صفوف الثورة. أنا شخصيا أحيل المسألة على أنه كان هنالك وعي وطني، وكما يقول في المقال إن الوعي العلمي مرتبط إلى حد كبير بالوعي الوطني. هل هذا أو ذاك؟ هذه أيضا تحتاج، هل الوعي الوطني هو الذي يفرز وعي علمي أم العكس؟ هذا مما حواه المقال. ولكن نقول لأنه كان هنالك قدر من الوعي التعليمي، ولذلك دفع هؤلاء سواء كان معلمين أو طلاب إلى الحقل الوطني والالتحاق بصفوف الثورة وأبلوا بلاء حسنا هناك. لم تتوفر فيما يتعلق، ولو تحدثنا عن ما توافر للمعلم في فترة ما بعد الاستقلال 91، ربما المسألة تحتاج إلى حلقات وحلقات. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نعم عزيز المستمع، توافرت للمعلم بيئة غير صالحة للتعليم. فلنتخيل أنه هنالك معلم لا يعرف إجازة على الإطلاق تحت مزاعم العمل الصيفي الطلابي أو الكرمتاو مأتوت كما يقال. المعلم كان يعمل كالدولاب وكان يعمل كالماكينة التي لا تتوقف، يعني معلم على طول 24 ساعة مشغول. حتى الأسلوب الذي كان يقدم به المعلم التقارير اليومية والتقارير الشهرية، نحن كإعلاميين كنا نجري عدد من المقابلات مع المعلمين ونظار المدارس، والله كنا نشفق على المعلم أن نراه يعني يعمل بطريقة يعني لا يمكن أن هذا العقل الذي هو مشغول بهذه الأساليب من كتابة التقارير وما إلى ذلك، لا يمكن أن ينشئ عقلا راشدا وعقلا مستنيرا يمكن أن يعتمد عليه في المستقبل.
دعك عن الإلهاء الذي كان يعني معلم لا يعرف يشوف أبناءه ولا أسرته ولا يتفقد أحواله. المعلمين نتيجة للسياسات التعليمية التي مورست تجاههم في المدارس على مستوى المدارس كلها، معلمين كانوا أشبه بالمجانين مع الأسف الشديد. يعني حتى المعلم لا يستطيع أن يركز، معلم مشغول 24 ساعة، ليست هنالك إجازة وليس هنالك علاوات وليس هناك أي شيء مما يحفز المعلم أن يذهب إلى الأمام. لم تتوفر أرضية وبيئة تعليمية صالحة من كتب وفصول وأنشطة. تردت المسائل. أما ما يتعلق بالأسرة فحدث ولا حرج، أسر تشتت معيلها وسجن من سجن، ولذلك أصبحت الأسر لا تستطيع، دعك عن تراقب وتعين المؤسسات التعليمية والحكومة، فالمسألة فلتت من ولاة الأمور، بل هنالك عدد من كمية من الطلاب انحرفت سلوكياتهم لعدم وجود من يراقبهم، سواء كان لغياب الوالد أو الوالدة، سواء كان سجنا أو فصلا وما إلى ذلك. هذه أشياء عزيز المستمع كلها أدت إلى هذا الواقع المرير الذي تعيشه إريتريا، وفراغ تربوي تعليمي كبير. هذا ما وددنا سادتي في إذاعة إريانا الدولية أن نجيب على فقرة واحدة من المقال الذي فيه كمية من المغالطات، ولأن البرنامج لا يتسع إلى ذلك، ولكن هذا هو الواقع الذي فتحت فيه إريتريا عيونها ما بعد 24 مايو 1991. نحن هنا سادتي نهيب ونثمن ونقدر جهد المعلم أيا كانت الظروف التي يعمل بها. نعلم أن هنالك كمية من المعلمين الآن يعملون في ظروف لا تتوافر فيها أدنى متطلبات العمل التربوي والتعليمي، ولكن رغم ذلك هم يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ترى إريتريا واقعا تعليميا مشرفا نستطيع من خلاله أن نتجاوز سني العهود الاستعمارية التي أقعدت البلاد كثير، ولكن ما أقعدته تلك السياسات لما بعد 91 كانت ربما إن لم تكن أسوأ فلم تكن أفضل منها على الإطلاق. هذا ما وددنا سادتي أن نتابعه في هذه الحلقة من برنامج متابعات، وحتى جديد الملتقى أعزائي المستمعين، لكم مني أحمد شريف في الإعداد والتقديم، ومن الزملاء فتح عثمان وبنيام سيمؤون، وكذلك الزملاء الآخرين، أجمل وأحلى الأمنيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. فيما يلي أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. مراقبون يرصدون تدخلات إريتريا في الشأن السوداني. قام الرئيس سياس أفورقي بزيارة إلى القاهرة التقى فيها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأكدت وسائل الإعلام المصرية بأن الرئيسين تباحثا حول القضايا المشتركة خاصة الوضع في السودان. وقال بيان بأن وجهات النظر حول الوضع في السودان متطابقة. وتفيد مصادر لإذاعة إرينا بأن السفير عيسى أحمد عيسى رجل الاستخبارات والسفير السابق لإريتريا في السودان متواجد حاليا في الخرطوم، ويجري اتصالات بمختلف القوى السياسية السودانية. الهيئة العالمية للطيران المدني تؤكد تراكم الديون على الخطوط الجوية الإريترية. ذكرت الهيئة الدولية للطيران المدني بأن الخطوط الجوية الإريترية وحتى الربع الأول من العام الجاري قد راكمت ديونا تبلغ 73 مليون دولار، وذلك لصالح شركات طيران مصر للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية والخطوط الجوية التركية وشركات طيران أخرى. وشملت تلك الديون مبيعات التذاكر وخدمات الشحن وخدمات أخرى. مسؤول أمريكي رفيع يزور الخرطوم لبحث التسوية السياسية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأن مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا تيبور ناجي سوف يقوم بزيارة إلى الخرطوم في الأيام القليلة القادمة، يلتقي فيها قادة المجلس العسكري وقادة المعارضة. وقالت الخارجية بأن المبعوث سوف يحذر المجلس العسكري من استخدام العنف ضد المعارضين، خاصة بعد مجزرة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة والتي حدثت في الثالث من الشهر الجاري. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي الختام مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا
على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامج متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتح عثمان ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.